وينضم معنا لمزيد من التفاصيل من العاصمة الألمانية برلين سيد محمد فوزي اللامي، الخبير العسكري والمحلل الأمني. أهلا بك سيد محمد. بداية، القوات الحكومية تبدأ عملياتها في قضاء راوة، كيف تقرؤون سير تلك العمليات؟ تحية طيبة لك سيدي ولمشاهدي قناة الرافدين. الحكومة تحاول قدر الإمكان الآن الاستفادة من زخم المعارك ومن زخم الحدث. هنالك أحداث سياسية أيضا في نفس الوقت، الحركات العسكرية تغطي على الأحداث السياسية، وفي نفس الوقت هنالك استفادة من حالة تنظيم الدولة، كون أن تنظيم الدولة اليوم واضح جدا أن استراتيجيته اختلفت وطبيعة قتاله اختلف. اليوم هو هنالك عمليات أسلوب تنظيم الدولة هو قتال تأخيري، لأنه في حالة محاولة إعادة تنظيم ومحاولة الذوبان في الصحراء الموجودة ما بين الجانب العراقي والجانب السوري. في نفس الوقت هنالك اليوم المعارك ما تطرحه اليوم القوات الحكومية هو ليس بالضبط ما موجود على أرض الواقع، يعني القائم لم تستعاد بالكامل، وحتى العملية التي تشن على راوة، تنظيم الدولة في هذه المنطقة يختلف عن ما كان موجود في الحويجة وبعض المناطق الأخرى. لذلك تستغل الحكومة، الماكينة الإعلامية الحكومية تستغل محاولة أنه بث نفس البيانات، لكن في الحقيقة التنظيم هنا لديه مرونة قوية، لديه عمق داخل الأراضي السورية يستطيع أن يتحرك بها، وقادم الأيام هي من المفترض أنه أن نرى حقيقة هذه العمليات. إلى أي مدى برأيك ساعد القصف الجوي للتحالف الدولي بهذه المعارك، لا سيما في قضاء القائم؟ يعني المنطقة مفتوحة، وبالتأكيد القصف الجوي والغطاء الجوي هو عامل الحسم. يعني تحدثنا بأن عامل الحسم هو العامل الجوي منذ البداية وحتى الآن، فبالتأكيد التحالف الدولي والضربات الجوية هي ضربات مؤثرة وضربات حقيقة حاسمة لبعض المعارك الصغيرة. طيب، برأيكم ما هي الاستراتيجية التي يمكن أن تتبع من تنظيم الدولة الآن بعد فقدان القائم ودير الزور كذلك؟ يعني تنظيم الدولة لديه استراتيجية قديمة وهي تسمى بالمجاميع المنفردة. اليوم هنالك مجاميع منفردة تؤدي مهام منفردة هنا وهنالك، فاليوم التنظيم ابتعد عن مسك الأرض، لم تعد هنالك إمكانية لمسك الأرض، لكن هنالك إمكانية للمناورة، يعني بما معناه أنه الدولة انتهت لكن التنظيم باقي يستطيع التحرك، خصوصا أن لو أخذنا بالاعتبار أن القوات الحكومية ليست لديها آليات أمنية حفاظ على أمن، آليات محترفة وآليات مهنية. بالعكس الحكومة تحاول استهداف المدنيين وتحاول استهداف أكبر قدر من المدنيين بغض النظر عن حقيقة إن كانوا هؤلاء منتمين للتنظيم أو غيره. لذلك من السهولة اليوم مع هذه الآلية الاستهدافية الغير احترافية للحكومة، من السهولة على التنظيم اليوم أن يتخفى بين المدن وان يتخفى في مناطق اخرى، والصحراء موجوده، ما زالت موجوده هنالك صحراء كبيره جدا. نحن نتحدث عن هذه المناطق الثلاثه وانتهى الموضوع، بالعكس هنالك مئات الكيلومترات موجوده. كنت معنا من العاصمه الالمانيه برلين السيد محمد فوزي اللامي، المحلل الامني والعسكري، شكرا جزيلا لك.